من ضمن الأسئلة، إيه الفرق لو واحد خريج إعلام عربي بيتكلم إنجليزي كويس ما بينه وما بين خريج إعلام إنجليش؟ الفرق في بعض الأماكن، في بعض الأماكن تقول لك لا أنا عاوز خريج إن يكون ماس كوميونيكيشن إنجليش سيكشن، خريج إعلام قسم لغة إنجليزية. في بعض الأماكن التانية تقول لك لا أنا عاوزه يكون خريج كلية إعلام، ده يقدم وده يقدم، وفي الانترفيو بقى أنت الإنجليزي بتاعك كويس فتقدر تمشي. وفي أماكن تانية الكواليتي بتاع شغلك والخبرة بتاعتك هي اللي بتفرق، فدي اكتر من مكان انت لازم تلعب عليه. لكن نصيحتي شوف المتاح بالنسبة لك، لو انت قدامك اعلام انجليش ادخلها، ماديا تمام، ماديا تمام، ماديا تمام، اهو باكد عليها وبقولها في المايك، اسرتك هتدفعها تمام، مجموعك جايبها، وانت اوريدي الانجليزي بتاعك كويس ادخل. لو مش موجودة ادخل عربي تمام والانجليزي بتاعك اشتغل عليه والدنيا تمام، ومش لازم تدفع هذه المصاريف ومش هتفرق كتير. وعاوز اقول لكم اهم حاجه في الاعلام هي الكواليتي بتاع شغلك، جوده شغلك، جوده الحاجات دي هي اللي بتعمل فرق كبير عشان تقدر انك تفرق في هذا الموضوع. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.